أنا وعيت عالدنيا وكل همي وهم أهلي للإيجار، يعني تصوري 6 سنوات عمري عندنا هم إنه شو وقت نقدر نجمع الإيجار ونمضي، وإذا شهر شهرين يطلعوني من البيت وأروح البيت الثاني. يعني يمكن طفولتي مريت ب7 مدارس، حتى أمي كانت تقول هاي كلمتها، أنا مثل أم البزازين كل يومية بدار. يعني كل همنا كان حالتنا المادية مو هالقد، وأبويا يعني شغلته على قد، والراتب وقتها كان يعني 3000، أي موظف ياخذ 3000، وش تريد تكفي يعني 3000؟ أحكي بزمن الطاغية صدام، يعني كنا وضعنا يعني نعيش على الكيبلات، يسوون سيم أهلي، والله يعني إخواني يجمعون، هاي كنا وعيت عليهن أني بالتسعينات، هاي عيشتنا وكل همنا الإيجار، فكنا حياتنا كلش صعبة. وعندي أخوات وإخواني كبار، وعندي أصغر مني، عائلة كبيرة، يعني كانوا ما يفكرون، حتى وهذا وضعنا مو زين بالمادة، ما يفكرون إنه كافي بعد ما يجيبون أطفال. فبذاك الوقت زوجاً عندي 2 أخوات، وزوجاً زواجات كلش صعبة، يعني هم عوائل وهم تعبان وهم عيال. كانت الحياة سابقاً بسيطة، يعني المرأة شلون ما يقول لك قصة خبز ومي وتعيش وياك اليوم، لا، المتطلبات كثيرة اليوم، البنات يطلبون بسبب اللي دا تشوفه على السوشيال ميديا وعلى الإعلام، هذا له تأثير اليوم بالواقع الحياتي صراحة، وسبب من أسباب الطلاق هي السوشيال ميديا، يعني لفت تأثير على المجتمع كلش كبير. فقبل كانت مثل ما قلت لك ماشي الأمور دارجة، شلون ما تمشي تمشي، اليوم لا، اليوم صارت المرأة تريد ولها متطلبات، وصارت عندها اليوم قوة المرأة مو مثل قبل. قبل كانوا الأهل لهم نوع من الرادع، يعني يدعون البنت انه زوجتك حملي مشيها، شلون ما يقول يطمنوها، اكو فالتفاهم. اليوم لا، قام من ترجع لاهلها، اكو بعض الاهالي يقوون البنيه على هذا الشيء، على الطلاق، على ترك الزوج، على فد امور تافهه جدا. فلهذا اليوم كثره اعداد الطلاق زادت وتفاقمت عندنا. مرات دائما تتردد على السنتنا تقول نسوان قبل يختلفن، هاي دائما ما نسمعها مجالسنا، في دائما ما تتردد على ألسن الرجال والنساء. هناك طاقة تحمل موجودة عند النساء القديمات، يعني جيل الستينات السبعينات نشوف ان اكو عتن تحمل، يتحمل ان الرجل، يتحمل ان المساوئ، يتحمل ان العوز، يتحمل ان المعيشة بشكل عام، حتى احيانا طبيعة الرجل، يعني طبيعة الرجل كان تصرفه مثلا خلينا نقول عنجهية عده او فلان شيء يتحمله، يحتون الرجل بشكل أو بآخر، يحتون يعني شوفوا عصبي خليه مرتاح، طبيعة التعامل وياه من يجي للدوام شوفه متعب مرهق، يستقطب من هذا الجهد وهذا التعب، يشوف ليونة تصير. حتى كانت في زواج يعني قبل 70s 80s، يعني كان زواج بسيط الكل يشارك به، وكانت يعطون للشخص اللي دائما ما كان موجود عند اهلنا يقول للقرابه دائما. اليوم نشوف السلوك الناس تغيرت غير قبل من عده نواحي، من جمله هذه التغييرات اللي صارت بالحياه قد يكون الانفتاح، الاقمار الصناعيه والموبايل والستلايت والكل، شفنا نشوف العالم كنا احنا حقيقه في زمن صدام مغيبة عقولنا عن ما يجري في الخارج، ما نعرف شو هذا الستلايت، وضح لنا هذا أكل بعض من استخدم هذا استخدام عقلاني مهني، استخدمه بتقنية بعلم بذكاء. بس احنا كنا قبل ما عندنا وحدة تزعل، ما عندنا وحدة يعني تجي زعلانة من أهلها، وحدة تجي تقول يعني عيالي مو زين، وتتحمل مثل ما أمك تحملت أنت تتحملين، هيك أبوي يقول ممنوع. أنا يعني ربيت على هذا الشيء. قلت حالات طلاق في ذاك الوقت بسبب أول شغلة ننطيها، عدد نفوس العراقيين كان أقل،
الوضع الاقتصادي كان ما يساعد على الزواج بكثرة مثل الآن بوجود السيولة المالية اللي تتحقق، وأغلب الشباب اليوم ده نشوفهم عندهم باستطاعتهم مقدرة على الزواج. سابقا كان يوصل عمره 30-35 سنة يا الله يبدي أنه مهيئ نفسه ومكون نفسه يا الله يتزوج. هذا عامل من العوامل. العامل الثاني اللي فترة اللي ما بيها العراق من فترة الحصار والويلات الحروب اللي صارت عليه، كانوا الأهل شلون ما يقولون يطمنون البنية، يا بتحمليها مشيها، ليش؟ ما عندهم المقدرة على طعامها أو المقدرة على كسائها بسبب قلة المادة، السيولة المادية والمادة ووضع الصعب المعيشي كان بذاك الوقت. اليوم لا الحمد لله والشكر أكو توفر، ما يعني أكو نسبة مو مثل ذاك الوقت. ما أريد أقول العراق اليوم العراقي جدا غني ولا أقول جدا فقير، ولكن أكو صار اليوم أكو سيولة مادية، أكو عمل بسيط متوفر للشباب صار باستطاعتهم الزواج. وصلت الحد المتوسطة، طبعا تعرفين أنا انتقد من بيت البيت من بيت البيت، بالمتوسطة أكو واحد من الجيران ابن الجيران، يعني هاي كانت تقريبا يعني بداية الألفينات، يعني بعد السقوط، وخاصة احنا طلعنا رحنا محافظات من صار السقوط وشون اثر علينا الموضوع، بعدين رجعنا واحنا ايجار اصلا، فانتقلنا البيت الثاني بهاي المنطقة. كانك واحد من الجيران يعني دائما حاط عين علي من اروح للمدرسة، من اطلع السواق، من يعني حاط عينه. احنا وراها صار الموضوع التجاوز، صارت الناس تحكي تقعد بمناطق تجاوز، فهاي جتنا الصراحة رحمة شوية. فهو هذا العائلة دول جيراننا وأبويا اتفقوا انه يروحون بمكان ونبنيه من الصفر، فالطابق على طابق لحد ما صار النبيت وجيراننا همين هم بيت، فصرنا هاي العائلة يعني كلش قريبين علينا. وهاي المنطقة همين انتقلنا للمدارس، هو مو بالمدرسة، هو شو اقول لك عايش بالشارع، حياته بالشارع، يعني ويشتغل عماله، يشتغل عتادي، اي شيء يشتغل. يعني اكو هواية امور هسه تغيرت وفرق عن ذاك الوقت. اليوم قامت العالم تندفع نحو الزواج البنية او الولد لفكرة انه استر عليهم واحفظ عليهم، لان اليوم المجتمع بانفتاح، وهذا الانفتاح دخل علينا دخيل، وبالذات احنا كمجتمع شرقي عندنا المرأة مقدس صراحة، فشون يحافظ عليها من هواي ظروف اللي هسه تتغير من ناحية المجتمع بالزواج. فنشوف اليوم قاصرات كثير عندنا يتزوجن، مع العلم قبل ما كان هذا الشيء موجود انه يخليها تخلص كلية او تخلص الاعدادية يا الله بعد ما تبلغ السن القانوني. اليوم العاوز هو اللي خلى الناس تسكن هذا المناطق. انت يعني هذا عند ما يقول انا حواسم ويقول انا هذا كهرباء قانونا مائلة، مي مائلة، وتجاوز على يعني حتى على شبكة المياه، احنا نقول اكو نقص من مياه اكو فلان شيء، هاي احدى يعني مخلفات هذا الموضوع، تجاوز على الشبكة الكهربائية، يروح يجير من التيل ويجيب قبل بدون هذا، ما يعطي أي 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 مبالغ يعني جباية للحكومة. هذا هو لهذا السبب يسمونه حواسم أو زراعية أو ما شاكل ذلك. نسبة ازدياد السكان في خصوصا في بغداد هو أدى إلى هذا الموضوع، وبالتالي شوف بناء مناطق من حولك ومن يمينك ومن شمالك، تشوف مناطق هاي شنو هاي زراعية، هاي شنو هاي زراعية، فهاي الزراعية هي اللي يسموها حواسم. وشوف أكو ساحة كبيرة توسع الكثير من هذا، أو كانت مقرات للنظام السابق أخذوها صارت تسموها حواسم، فهاي حقيقة شكلت البعض منعته هو فك عوزب هذا الشيء، لأنه ماكو مأوى ماكو سكن. وإذا هي العائلة فد 14 نفر يقول لك أنا وين أروح 14 نفر، هو في 100 متر شلون راح يسكن، شلون راح ينام، شلون راح ياخذ راحته، شلون راح يسكن، شلون راح ماكله مشربه منامه. فشاف انه اختنقت العوائل فاضطرت الى سكن مثل هكذا عشوائيات، اللي احنا نسميها عشوائيات او الحواسم ما يسمى عنها. حقيقه هو هذا الامر اللي ادى الى هذا عدم اهتمام الدوله بهذا الجانب، خصوصا يعني بالاراضي السكنيه. ما المشكله دائر ما يدور بغداد موجوده، ما خلت بيها أولوية ووضعت سكن ملائم أن يكون في مثلا في مناطق منفتحة كالنهروان وبعض المناطق الأطراف البغداد، وجعلت من عتها
سكن بدأت أول ما تبدأ بالسوي شلون نقدر نقول فد واهس للسكن. فشكري مع قوة علاقتنا بيهم أمه حجت بي يعني هاي تقريبا بعد كم سنة يعني وأنا مستمرة بدراستي. شو أقول لك أنا مو مستواي الشاطر كلش بس أنجح ومرات كمال وعاد ومشي أمري. فأمه حجت بي وقالت أريتهم بعد إحنا أهلي ما راح مستحيل يرفضوا لأنه هم عاشوا ويانا المعاناة وصاروا نعرفهم. هي مو عبدة ولا جارية، هي حرة الحياة وهي لها اختيارها وأفكارها وحاسيسها ومشاعرها، وهي إنسانة يفترض أن تأخذ دورها بالحياة بما هي موجود في أذهان، وهذا من حق الإنسان. لكن عندما يصل إلى هذه الحالة من الحياة و الخجل ومقابل ثمن وهذا حالته زينة وهذا حالته مو زينة وهذا عندهم سيارات وهذا عندهم فلانشي وهذا عنده أموال، هذا حقيقة خطأ. اليوم يختار، احنا قبل كنا نقول ندور الأصل، نقول هذا أصله، هذا من عشيرته الفلانية، هذا ابن أصل وفصل، هذا أبو زين، هذا أهل هيج. ولهذا السبب الناس تختار أن تقول هذول ناس احنا والنعم من عندهم قد ما ناسبناهم، يفتخر بنسيبه، هذا نسيبه ومن حقك ان تفتخر به وتقول هذا زوج بنتي. وهذا اليوم اما تصل الى الحاله الى الحياه على حساب الاخرين هذا امر خطير. يعني قد ما تروح انت تنطي بنتك والله شنو هذا مسوي عليك، فضل بدينك او منطيك او يوم من الايام الى وقفه وياك وهو ابنه حقيقه غير صالح وغير انسان غير من منبود من قبل المجتمع، واني اروح انطيبتي مو من حقي انا افتخر به، هذا امر صعب، هذا حقيقه يؤدي هلاك هذا وهذا اذيه، هذا شرعا وقانونا حقيقه غير صح. لانه الشرع انه هذا هاي امانه بنتك امانه برقبتك، فعندما تنطيها لشخص يفترض ان هذا نقدر نسميه زواج المجامله، اللي هو يجامل شخص على حساب حياه بنته. طبعا هذا مستقبلا يكون زواج فاشل، ما اريد اقول نسبه يعني عاليه، نقول بعضهم ناجح، ولكن اليوم بالواقع اللي احنا بدنا نعيشه وهاي الايام هذا يكون بفشل صراحه. انه تكون الفتاه عندها رغبه في انسان اخر من خلال الجامعه ومن خلال اقارب انه غير شخص ونجبت على هذا الشخص، فما راح تكون إلا وفية بذات الطبع، مو إنه القصد إنه لا تخونه، لا، إنه وفية إلا بالحب والتمكين عن نفسها بكامل إرادتها، راح تكون مخصوبة على هذا الشيء، فهذا هم يعني يسبب بعدين مستقبلاً إلى حالة من حالات الطلاق. بس إحنا كنا نعرف عليه شغلة، هو ظل يشرب مخدرات، دخلت عليه المخدرات، ظل يشرب مخدرات، أبوي ما قبل، قال يعني لازم يقطع. فاحنا يعني شلون اللي هددناهم او شيء او اعطيناهم تحذير قلنا اذا ما يقطع ما نعطيكم بدنا. بالنسبه لحالات الشفاء اللي تكون بموضوع المخدرات، اول شغله اذا ما يكون الشخص المتعاطي متعاون وياك وهو مستعد ومتهيئ نفسيا انه يتشافى، هذا طبعا نسبه شفاء اكثر من اللي يكون هو مغصوب على الشفاء. اكو قسم بيهم ما يقبل يوصل لمراكز التأهيل والتطوير والعلاج النفسي، يشوفها وصمة عار عالية أو الأهل مرات يتحفظون على هذا الشيء. بس اليوم احنا نفتقر الشيء واحد اللي هو قلة مراكز التأهيل. اليوم لو عندنا مراكز تأهيل بأعداد كبيرة ومتوفرة لهم متوفر لهم أجواء ملائمة، كثير من الشباب يتوجهوا لها. بس لكن اليوم احنا ما عندنا مركز لو مركزين فقط اللي هي تأهيل موضوع المخدرات تأهله. موضوع الشفاء من عنده يعني ياخذ فترة علاج، مثل ما تعرفين انه الفترة الزمنية ما تتراح من 6 أشهر الى سنة، واكو يزيد عن ذلك واكو ينقص حسب الحالة، حسب اللي استمراريته بالتعاطي، حسب قابلية الجسم. تعرفين لكل انسان الا قابلية بالشفاء والاكتساب، فهذا الشيء ما محدد. بالنسبة لموضوع الحالة اللي تقولين عليها تفضلتي بيها، هو هذا الشخص ما كان عنده استعداد نفسي انه هو يتشافى. اذا هو تشافى خلال سنة وضاق لوعة المخدرات ومرها، ما المفروض يرجع لها، بس هو ما تشافى تشافي تام
لأجل نفسه، لا لأجل الناس اللي فرضت عليه، انفرض عليه أنه تتشافى يلا إن زوجك، فهذا أخذها حجة ووسيلة، ولكن من أخذها وزوجها بعد قال لك انتهت الحجة والوسيلة، رجع للغاية اللي هو كان يمارسها، فهو ما كان مستعد لها نفسيا للشفاء. المهم بقى سنة كاملة على هذا الحكي، هو متغير، حتى أمه قالت هو بعد تركها وعافية وامتنع وصح عذبنا وهاي، هو بعد ما يشرب مخدرات وحالته زينة شوية أحسن، بدأ يشتغل، فهنا أبويا وأمه قالوا خلاص هاي عندنا طبتنا. بعد سقوط النظام البائد سنة 2003 إلى اليوم لم تتمكن يعني الحكومة من ضبط الحدود العراقية صراحة، وهذا الشيء أثر بصورة سلبية على المجتمع العراقي، كون تجارة المخدرات من أعلى التجارات إيرادات أرباح وكثير منتفعين عليها. اليوم أكثر الشباب يعني عاطلين عن العمل، النفسية محطمة، يمكن إغرارهم بصورة سريعة من خلال تعاطي المواد المخدرة، ودخلت أنواع كثيرة على السوق العراقي. اليوم احنا نشوفهم بالمحاكم بكثرة حالات المخدرات، دا يلتجؤون إلها نتيجة اليأس والإحباط اللي يوصل للإنسان في ظل ظروف غير سوية إله، يعني ما متوفرت له الحياة الكريمة كعمل كدار أسري مهيئ يحتضن هذا الشاب أو الفتاة. فصراحة اليوم موضوع المخدرات منتشر انتشار كبير بين وسط الشباب، وحتى القسم من عندهم يعني الكبار بالعمر صراحة اللي هو فاقد الأمل أو اليأس اللي وصل بيها، وكثير من حالات الانتحار اليوم نسمع بيها هي نتيجة مخدرات التعاطي. يوصل مرحلة بعد إيش قد ما يتعاطى مواد بعد ما تشتغل وياه جسمه تعود عليها، فهذا يوصل مرحلة يأس وهي نظامها بالدم تمشي المخدرات وتوصل للدماغ، وهنا راح تسبب له فت حالات لا وعي ولا إدراك، فيعمل أعمال غير مدرك عليها كأعمال الانتحار أو أعمال الاغتصاب بعضها نسمع بيها أو القتل، وهو يكون لا وعي. وعدني بهذا الوعد فترة 6 أشهر وبالتالي رجع، شنو الحل؟ من يقول أنا ظل تاني سنة سنتين لما يصطلح؟ هذا الموضوع موضوع أهله، مو هذا ما يخصني هذا بعد. وبعدين أكو قناعة عند الأمرأة، البنت عندها قناعات إنه تتولد عندها القناعة من حقها تفتخر بزوجها إذا زوجها مثقف دارس ابن أصل ابن هذا، ولهذا السبب ما يجوز إنه أنا أظل أروح أتاني لو يصطلح له هذا. بس هو ما إحنا ما نريد نبدأ ولا نريد نقول هذا خلاص انتهى دوره بالحياة، لا بالعكس نشجعه ها، لكن بالنسبة إلي هذا بنتي عزيزة علي، ما يمكن أنطيها لرجل يناسبها من مستواها أو من حقي أفتخر به، لا أن أكون أنا هذا أمتاني إيش وقت عودي يصطلح، يا الله شوية مثل هذا يصلح ويصلح نفسه ويكون نفسه أو يسلك الطريق الصحيح. أنا طبعا تركت المدرسة لأنه ما أقدر، يعني همي أني راح تصير خاص إذا أمي كانت داريتني، هاي الأم تريد شغل بالبيت وأنا يعني يا دوب أنجح من المدرسة، فقلت عادي أترك المدرسة. تركت شي بلش تزوجت شي سنتين صار عندي طفل، ورا سنة الزواج رجع نفس الشيء، يشرب مخدرات ويطلع وعذبني ويجي يضربني وإهانة وش قلت يعني، مو بس أنا وأخواتي. الشخص من يمر بحالة من الهستيريا يطلع خارج إرادته عبر هذا الحشيشة والكريستال وغيرها اللي أجتنا حقيقة ودمرت مجتمع كامل، وهذا أقوى من القنبلة النووية، لأنه القنبلة تموت وتنتهي، لكن هذا هلاك المجتمع، وهذا هلاك المجتمع راح يؤدي إلى هلاك المجتمع الآخرين. هذا مثل السرطان، يظل يمشي واحد يعلم الثاني واحد يشوف الثاني، وإذا مجتمع منتهك وتعرفين بيا صارت حتى انتهاك للحرمات بجانب المحارم والكثير من المساوئ من وراء الكريستال، وهذا حقيقة. يعني أنت بعد شخص من يأخذ هذا ويفقد وعيه يعني ايش تصور؟ ما يعنف؟
يعنف وكل شيء يسوي ويشمرها من السطح ويشمر هذا. يعني أنا أحد الأخوان في يوم روى لي رواية يعني من غير يعني هو مو عراقي، قال لي إحنا عندنا جت هذا يشربون نوع من الكريستال هذا، يقول يباوع للبشر عباله هو مثلا خروف طرف، يقول يجيبه ويذبحه، يقول يباوعه هو ضروري، يقول باعي باوع، يقول هو في مخيلته هذا خروف، يقول روح يجيب السكينة ويذبحه. يعني وصل إلى هذا الحد، كيف ما يعنف وما يسيء ويأذي والجار والنفسة والعائلته والمحبينه والحواليه، الكل تصور كل شيء من عندهم، يسرق يقتل، هذا بعد مو واعية، والإنسان مو واعية كل شيء يسوي. فلهذا السبب عندما نشوف احنا قضية التعنيف للعوائل والزوجات والأهل، يعني هذا هو الموضوع. والحل الوحيد انه مثل هكذا نماذج حقيقة، انه ماك غير تروح للقانون وتتجه للقانون. انت ما تقدر تاخذ يعني حرمه مثل هذا الشخص ان تقتله، يصير تقتله يعني حتى وان كان هذا وصل الى هذا المستوى. هناك مشروع هو مشروع القانون، فالقانون هو قد يكون يسجنه يخلي في مصحه يبقي فتره من الزمن الا انه هذا يخرج من جسمه ويرجع الى وعي، هذا يعني بهذا الاتجاه فقط هو هذا الموضوع. اما قضيه التعنيف للاهل وللمراه وهذا، هذا موضوع حقيقة أخذ حقيقة انطباع أكو أكثر منها، أكو أكثر منها، يعني وصل إنسان بعد إنسان يفقد وعيه، كل شيء يسوي، كل شيء كل شيء. يعني هو كان نسمعهم إحنا قبل، بس يعني نسمع هاي المشاكل بيناتهم مو سبب المخدرات. هسه أنا ظليت أعيش هذا الشيء، فظليت أزعل أنا كل يوم يومين أزعل وأروح، وإحنا قريبين يعني تعرفين جيران. فأبويا قال هاي إلى متى يبقى هيجي؟ بقيت يم أهلي عشان أهلي، هو ما يصرف عليه وبسبب المخدرات. هذا الأصل اللي مرات إحنا نقوله هذا أصيل، هاي أصيلة. عندما توجهت هاي الفكرة عند هالأمرأة هاي ورادت أن تشارك زوجها بأحزانه بآلامه بالعوزة بال المعيشة الصعبة، حاولت بشكل أو بآخر يعني تشترك وياه. كانت هاي الشراكة حتى الله سبحانه وتعالى يبارك بها، هذا الشراكة وهذا الشعور المشترك ما بين الرجل والمرأة الله سبحانه وتعالى يبارك به، وهذا الله سبحانه وتعالى يبارك به الله سبحانه وتعالى. قد يكون راح تكون خطواته سهلة، يعني هي الأمرأة عند ما قالت أنا يعني انتقلت من مرحلة إلى مرحلة. وهذا العوز البعض يعني أذى الناس، راحت فقدت صبرها، انحرفت، راحت الغير قضايا، والبعض ظل صابر، خلى عينه بعين الله وخلى نفسه أن تكون أبية، أن لا ينحى غير منحى، وظل محافظ على سلوكه وعلى أصله وعلى تراثه وعلى إنسانيته وعلى خلقه. بالتالي هاي عملية العوزية أدت إلى هذا الشيء. هسه المرأة هاي تعاني من عوز علن. الله يكون بعونه، الله يكون بعونه. بعدين سمعت إنه هو مسوي له راتب رعاية، راتب مال عاطلين عن العمل. فهنا أنا يعني قلت لهم يعني هو شلون اللي ياخذ راتب واحنا ما يصرف علينا انا وابني، فاني لازم يعطيني من الراتب. راح ابويا تعارك وياه وهاي، قال انا ما انطيها من راتب. قلت خلاص ما دام شي ما ينطيني من الراتب انا اطلق. ابويا قال لا ما دام عنده راتب رجعي له وهاي، فقلنا انا رجعت له انا، لا هو جاي عليه ولا هاي. رحت للبيت وخذت ابني و قاعدة يعني أشوفه، حتى غراضي بايعهن والغرب باقي بس هيك ملابسنا وكم شغلة، وجاي يجي الراتب والراتب هم بين يصرفه على المخدرات وعلى الأكل وعلى الشرب وعلى طلعاته، وإحنا بقينا حالة طيب حاملة. المهم أنا قلت ما أبقى هيجي. يعني هو بعد اللي فقد إنسانيته وإحساسه ومشاعره وعاطفته على أهله وعلى أمه وأبوه وزوجته وأطفاله، مو بالعجب أنه ما ينطي لعائلته فلوس، سواء إذا كانت بالرعاية أو غير الرعاية. ودائما يعني
ذاك اليوم ايضا انا شاهدت التقرير، دائما يعني ما تشوف هذول ما ينطون الفلوس يلزموها، يحتزون بها هذول النماذج اللي تاخذ هاي. ليش؟ لانه هذا يحتاجها، مو يحتاجها انه ينفق على نفسه وعلى ملابسه وعلى كشخته وهندامه وعلى، لا ينفق انه يروح يشتري بها. هذا بعد تقطع عنه هذه المخدرات ينجن، هذا بعد جسمه كله صار عبارة عن مخدرات ومنهك وما يفكر غير بهذا الموضوع، موضوع المخدرات. ولهذا سبب الكثير من هذا يعني الاستقصاء، أو مثلا بعض الناس اللي لزموها فحاولوا أنه بعض التحقيقات أنه شوفهم ما ينطول الفلوس، تصير نوع من العزيزة عنده، يصير بخيل، بخيل مو على أنه ما ينفقها وإنما يروح يشتري بيها. يقول لك أنا هذا خاف اليوم ما عندي باشر عندي أروح أشتري بيهن، يعني من قد ما يحتز بيهن أنه هذا بعد توغل بجسمه وانتهى، أصبح منهك لهذا السبب. شوفنا فشفت صارت البنات عادي تطلق يعني وينطونها حقوقها وهاي. فأني بديوم خذيت ابني ورحت المحكمة، محكمة قريبة علينا ما حد يدري، لا هو يدري ولا أهل يدرون ولا، أخذت ابني ورحت هناك. لقيت أكو محاميات ومحامين واقفين بالباب اللي شنو عندك شنو نساعدك شنو هاي. فأني حكيت وياهم قلت لهم أنا هذا هيك وضعي، فأني شو أسوي، أنا ما أريده. فهم قالوا لي مدام عنده راتب يقدر يطيش نفقة، فتريدين ترفعين قضية نفقة وليش تطلقين انتي؟ أنا قلت أنا بعدني صغيرة أقدر أتزوج غيره، بس قنعوني أنه أرفع قضية نفقة. المهم زين أنا ما عندي فلوس يعني أمضيهم، فيعني قلت لهم جانب إنساني ما قبلوا، وقالوا يعني ما نقدر إحنا أصلا هاي إحنا شغلنا على هاي الدعوات وعافة ما نقدر. فرجعت أنا فكتبت بالفيس، كتبت أنا يجي حالتي جروب أكتب بي ومن يقدر يساعدني من هاي. دخلوا لي هواية قالوا إحنا على حسابنا وإحنا نخصص من هذا المدمن. فمحامي رحت لأني ويعني وقعد اتفق وياي وهذا، وقال إنسانية أني أسوي لك شيء. قلت شنو تريدين؟ قلت له قضية النفقة، أنا أريد بس نفقة هسه مو أطلق. المهم شو اسمه، طبعا أنا سوالي ورفع لي إياها وجت لي وأنا موجودة، قال لي انت لازم تطلعين من البيت. فرحت لاهلي ويمي اهلي مو مشكله، فطلعت وزعلت قلت لهم هو هاي لازم يدفع لي، هو عنده راتب وهاي. هو هنا يعني تخبر شافني انا رافع قضيه نفقه راسا طلقني. يجون ناس او زوجات معنفات او ازواجهم ما قائمين بالواجب الزوجي الكامل باتجاههم واتجاه الاطفال. بالنسبة للأمور المادية فهو كل إنسان يعمل لكسب المال، هذا شيء مشروع وقانوني وما حد يخالف عليه، ولكن أكو استثناءات للحالات الإنسانية اللي نقدرها، نشوف فعلا هذه الحالة قابليتنا لها نقدم لها المعونة القانونية المجانية، صراحة هذا الشيء ما نخلى من عنده، ولكن احنا نبقى نقيم الحالة، ما مفروض علينا هذا الفرض. اليوم كل إنسان يعمل ما بينه وبين الله. بالنسبة لها توجهت للمحاكم، هذا شيء جيد جدا، طالب حقوقها لأن المحكمة هي الضمان الوحيد لحقوقها. بالنسبة للأتعاب اللي ذكرتيها حضرتك وساعدوها بها، فأهل الخير بالعراق كثيرين وما يقصون بهذا الشيء. بالنسبة لموضوع العفو يعني دعاوى النفقه وليس طلب، نعم دعوى النفقه من الدعاوي الكثيره عندنا بالمحاكم، كونها هي تضمن الحقوق الزوجيه من النفقه الماديه اللي يعطيها الزوج زوجته لها ولاولادها. فهي توجهت للنفقه بعد ما كانت ما يصف عليها مبلغ مالي نهائيا، لهذا توجهت للنفقه، ومن حقها النفقه قانونيا وشرعا لها أو ابنها. موضوع النفقة هذا شلون يتم احتسابه؟ حسب الوضع المعيشي والدخل للزوج، إذا كان ميسور الحال مبلغ، إذا كان ذو دخل محدود مبلغ يفرض عليه، ويقيم خبراء، ليس القاضي ولا المحامي، خبير قانوني تحال إلى الدعوة يقيم أنه نفقتها شهريا كذا المبلغ مالتها. حتى هو عنده راتب
يعني راتبه عائلي اليوم ما نقدر نسميه ذو الدخل العالي، كونه يفتقر هذا الراتب، يعني جزء ما يتجاوز 270 ولا ينزل عن 170 ألف، يعني هذا ما يغطي الاحتياجات اليوم الكاملة لأي منزل صراحة هذا راتب. بالنسبة للراتب مالته يعني إذا ينطيهم إلى نفقة فهذا مو واجب أنه لازم ينطي هذا راتب لهم، لا، لو كان ما عنده أي مبلغ مالي وما يعمل أي عمل لازم يعطي نفقة زوجته وابنه، هذا فرض عليه. يعني حتى مرات يكون عصبي ويقول يرمي الطلاق، فطبيعية هذا ممكن يرجع، لأن الشرع والدين هو دين الرحمة، دين التساهل، دين الإنسانية. ولهذا السبب عندما القانون أو المشرع القانوني أو حتى المشرع الديني يقول أنه هذا في حالة غضب أو في حالة سكر أو حال فقدان للوعي، تشوف يقول لك هذا طلاقة غير صحيح أو غير مصادق عليه أو ما يؤخذ به. وبالتالي عندما نشوف مثل هكذا طلاق يؤخذ به بالنظر الاعتبار حتى الجانب الاجتماعي والقبلي، حتى يأخذ به قلهم يا أبا هذا كان مو بعقله، وهذا أنتم تعرفون، حتى يصير قناعة عند المجتمع أنه هذا كان في ما عنده وعي، يعني خارج إرادته، خارج مو بعقليته. ولهذا السبب عندما نشوف بعض المشرعين القانوني هذا ما يأخذ بنظر الاعتبار هذا الطلاق وشوفه عدم المصادقة، يعني يستوجب حضور شهود واقع الطلاق ويختلف من مذهب إلى آخر. يعني تقول لي ساعة الغضب، هذا المذهب الجعفري اللي هو يقول إذا الزوج تلفظ بصيغة الطلاق في حالة الغضب وبدون وجود شهود يعتبر باطل وليس بطلاق. فأني الحالة اللي افتهمتها أنه هو متلفظ عليها صيغة الطلاق بعصبية وعدم وجود شهود، فلا يمكن أخذ به هذا قانونيا. القانون يطلب الإثبات، الحجة والإثبات على أي موضوع، على أي دعوة. فالطلاق إذا يكون لازم به شهود وإثبات، شهود واقع الطلاق نسميهم إثبات واقع الطلاق، اللي هم يجون أمام المحكمة يعيدون شهادتهم بسمع الشخص أنه تلفظ بصيغة الطلاق وماها على فلانة. طلقني هيك بالكلام، طبعا سألت بها هذه قالوا هي ساعة غضب وهذا الطلاق مو صحيح، فقلت لهم الأهل قلت لهم هذا الطلاق مو صحيح، هو من عرف راح طلق سيد، يعني عناد ما دام هي رفعت هيك قضية راح طلق سيد. أنا ما عندي مشكلة عادي، حتى المحامي كان لي بالعكس ده هو طلقك أنت كل حقوق، شو هي مشكلة وشون يعطيني حقوق هو ده باع أغراضي وما عنده بس هالراتب وباقي عن نفقة. المهم هذا قال لازم ينطيها حقوقها وهو ما عنده، فأنا أعرف وضعها، فأنا ما أريد بس نفقة إلي وابني. فهو من قال إنه تم دام طلقت إنه سهل الموضوع علينا، فصار تصدق الطلاق ومشى بالقضية المحامي وجاي أخذ آن نفقة، صحيح قليلة يعني أنا وابني، بس يعني أحسن من جان ولا ربع ينطينا. اليوم الطلاق أمام مجل الدين اللي هو خارج المحكمة بنظر القانون هو يعني غير مستوفي الشروط القانونية، كون المحكمة اليوم هي الجهة المنفذة لهذا الأمر، وبإمكان أي شخص يريد يطلق يتوجه للمحكمة. فاليوم السيد تكون دعوة تصديق طلاق خارجي. بالنسبة للزوجة من يطلق الزوج راح تحتفظ بكامل حقوقها، الحقوق اللي هي تعويض عن الطلاق التعسفي، الآثاث، النفقة الماضية، نفقة العدة، ولها حق المطالبة بيهن، هذا واحد. إذا سكن مستقل لها حق السكن، حق السكن تأخذ من عنده مدة 3 سنوات، هاي من الحقوق اللي تبقى للزوجة. بالنسبة للأزواج اللي يتجهون لرجل الدين ويطلقون، يعني الأغلبية يأخذون هذا شيء رادع للزوجة، انه انا اخذت هذا الاجراء على مودتي بطلين من النفقه، هو ما عرف حجم المساله مثل ما تفضلت بيها، هي ليش اتجهت للنفقه، انه كون هو حرمها من هذا الشيء او محتازه هذا الشيء، فيكون هنا قله وعي وقله ادراك من قبل الرجال. بس اكو شيء معاكس له، اللي هو اذا قامت الزوجه بدعوه النفقه بامكان الزوج قيام دعوه مطاوعه
اللي هي يطلبها البيت الطاعة، ولازم يوفر لها منزل كامل مكمل من كل الأثاث والأمور اللي تستوفي الحياة الكريمة لها. وإذا استحصل قرابي بإمكانه قطع النفقة. طبيعي أن هذا أمر غير مقبول، مرفوض لدى كل المجتمعات، وحتى القبائل يعني أبناء العشائر ما تقبل على نفسها، خصوصا الأصلاء اللي ما يقبلون، ما يقبل على نفسه أنه أهله أو زوجته أو بنت عمه أو أخته تروح تسوي مثل هذه الأفعال. وهذه حقيقة أفعال مسيئة، مسيئة للمجتمع وللقانون، وبها حرمة أيضا، حرمة. هذا أنت قاعد تأخذ شيء مو إلك، أنت مو ضربك العوز ورحت، هسه المطلقة وتأخذ ما عتها، هذا بحث آخر، ما عتها ومرة مطلقة عتها أطفال والعوز هذا، والحكومة تنطيها قدر مبلغ معين هي رأس المتليار، هذا موضوع طبيعي. أما أنت تروح تتحايل على القانون، هات تتحايل على الشرع، تتحايل على الإنسانية، تأخذ صفة وهي صفة الطلاق، وأنت هذا هاي حرمتك وهذا عرضك، تروح تتلاعب بيه بهالمستوى هذا وبهالتلاعب هذا في سبيل إنفاق 200-150 ألف دينار، وين راح توصلك؟ وين؟ الله سبحانه وتعالى خلقك ما ينساك. أما هذه الطريقة، طريقة التحايل، مرفوضة اجتماعيا، وهي طبعا مخفية لأن العوائل تسويها بدون ما حد يدري باعتبار اتفاق الطرفين الزوج والزوجة، وهذا أمر حقيقة معيب. لأن الإنسان عندما يصل إلى الحالة، إلى هذه الحالة وإلى هذا المستوى، أنه يروح زوجته ويعلن عنها أنه هي مطلقة وهاي أم أولاده وفلان شي وهاي الشبهة، هي كلامها عيب، سمعتها غير طيبة. أنت تروح مقابل هذا التحايل وهذه المسرحية وهذا الشكل مقابل مبلغ بسيط، هذا عيب، هذا مستهجن من المجتمع، هذا أمر مرفوض، يعني ما يقبل به حتى يعني الإنسانية والعقل أنه توصل إلى هذا المستوى من خلينا نقول حتى الانحطاط نسميه. قاعدة ويا أهلي أنا حالياً، هم جاي يحاولون بأنه يرجعوني إلى، وتبقى قالوا لي تبقى هاي النفقة ماتش إحنا ما نقطعها، ومثل ما هي تنقطع من يمه، بس رجعتش سيد، ما رجعتش محكمة. أنا هنا أنا صراحة ما مقتنعة بالكلام، إنه شون أرجع زوجة سيد وأني بالهذي مطلقة بالمحكمة، وصار يعني راح تطلع عنا يعني بالجنسية وأي شيء إنه أنا مطلقة، زين شون راح أتعامل، شون أبقى هيجي، وهو أصلاً بعد مدمن فرفضت الموضوع، بس هو جاي يحاولون يقنعون أهلي بإنه نرجع سيد. وأنا خايفة إذا نرجع بزواج سيد بأنه هاي راح يقطع النفقة علي أنا وابني. كثيرين من الحالات يطلق أمام المحكمة، أمام القانون هو مطلق، ولكن يرجع رجل دين، والسبب ذلك على مود يبقى مستوحد على الراتب اللي يستلمها سواء دائرة الرعاية أو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. بالنسبة إلى قانون العفو، عقد الزواج الخارجي عقد باطل، لم يكتمل الشكلية القانونية. بالنسبة لها هذا الشيء إذا نجي على الدين فما بأي إشكال، ولكن بالقانون بإشكال. بإمكان الزوج مستقبلا يروح يصدق هذا العقد ويقول هي وياي ومن تاريخ كذلك تاريخ كذا، ويرجع يطالبها بالنفقات اللي كانت هي تأخذها، كونها هي ساكنة وياه دا ينفق عليها هو من ماله الخاص وقبلة السكن وياه، فيطالبها بمجبوع الدين اللي هو النفقات اللي كانت تستلمها وهي وياه، ويرجع يستحصلها من عندها. وحايرة وشايف أهلي جاي يقتنعون بكلامهم، أنا ماما صراحة ما انتقل على أهلي وقاعدة وياهم، أنا مصرفي وأنا ابني يعني حاول من سووه سوا، يعني عايش شغلش عايش متحسسة وخاف أديهم وهاي، ومع ذلك هم يحاولون يرجعوني وأنا ما أريد أرجع. كثير من المقاطع الفيديو اللي نشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي تعنيف الأولاد وبكثرة، أعتقد قبل أسبوع كانت أكو حالة الأب متعاطي، فهذا يعنف الأولاد بدون رحمة، لأن نتيجة الهستيريا اللي يوصلها أنه أموال ماكو، تعاطي ماكو،
بمن يطلع نسميها الغضب والجنون اللي بيه يطلعها بالأولاد. فأنا اليوم من أنطي نصيحة للشخص، إذا الإنسان المقابل اللي ما صلح من نفسه ولا صلح من ذاته، فأبقى متحمل هذا الوضع اللي أنا بيه أفضل من ما أرجع له، لأن الرجوع له هنا هو رجوع انتحابي. يعني اليوم أنا دا أتوجه لهذا الإنسان وبعده هو على هذه الحالة ما حاول يصلح نفسه ويثبت أنه هو يكون أسوة نافع زوج صالح، لا بعد على نفس الخطأ. فهنا أنا دائما نفسي بالتهلكة. فنصيحة يعني اللي أقدمها اليوم أتجبد من كوني محامي أو أي صفة، أنه أنا اليوم كإنسان أنه هذا الإنسان ما يصلح لأي بشر يعيش وياه، كونه ما دا يساعد نفسه بإصلاح نفسه، فعليه تبقى تتحمل يم أهلها أفضل من ما ترجع إليه ومستقبلا تطلع الآثار على الطفل هذا اللي يكون ضحية لهذا الأب. يعني هي هاي الحالات اللي تولد الانتحار، ما إنسان تضغط عليه بهالطريقة هذا وبهالشكل تولد الانتحار، هاي هلاك المجتمع. هذا على الأبوين الأم والأب إذا كانوا عايشين عليهم أن لا يخطون مثل هيش خطوة، هذا خطوة معيبة. انت هاي انسان اللي يدمن تخاف باشر هاي يقتلها، هي عتها يمكن اولاد منها، وهذا الموضوع حقيقة احتمال حتى تخاف على ابنها، احتمال يفقد ويقتله، شوفه فتشي قيال ويقتله. وهذا الموضوع من يتحمل نتائجه؟ رجعت من يتحمل انه او من ضامن شنو ضامن انه هذا ما يشرب ما يقتلها ما يعنفها ما يقتل ابنها ما يعرضها ايضا للعوز والهاي غلاء الدنيا وفواحشها يعرضها. يعني انا حقيقه هذا الموضوع موضوع على الحكومه ان تاخذه في محمل الجد وان تضع هذا الموضوع امام انصب عينها وان تعالج مثل هكذا حالات، والمجلس القضاء الاعلى ان يكون عندما الإعلام جزاء الله ألف خير وبعض القنوات الفضائية عندما تنقل مثل هكذا أخبار عليه أن يسارع ويحقق بهذا الأمر وإيجاد حل لإنقاذ تلك العوائل من القتل والهلاك والشرذمة.